بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوحة 1981 فولي 2. في هذا الدرس سوف نتعرف على موقع يخول لك إنشاء وعمل فيلم يتضمن يعني الصور لأصدقائك على الفيسبوك وأيضا أسماؤهم، بطريقة يمكن لك مباشرة يعني مفاجأتهم به عندما سوف تقوم بإنشاء هذا الفيلم في ظرف يعني بضع الثواني فقط، وعبر الموقع الذي سوف أقترح عليك في هذا الدرس أحبابي في الله. فكل ما عليكم فعله الدخول إلى هذا الموقع كما سوف تشاهدون. أولا يجب عليك فتح حسابك على الفيسبوك، بعد ذلك تقوم بالدخول إلى هذا الموقع، وبعد الدخول إلى الموقع عبر الرابط الذي سوف أضع لكم أسفل الفيديو تقوم باختيار أي لغة. هنا اختار مثلا اللغة الإنجليزية، نضغط على connected يعني على أساس ربط الموقع بحسابك على الفيسبوك. بعد الضغط على connected تضغط على موافق، ثم مرة أخرى تضغط على موافق، وتنتظر بضع الثواني لحين ما يقوم الموقع باختيار 9 أصدقاء سوف يظهرون في هذا الفيلم الذي سوف يكون تقريبا مدته 3 دقائق. لذا علينا بالصبر بضع الثواني لحين ما يتم اختيار هؤلاء الأصدقاء كما سوف تشاهدون. 9 أصدقاء تم اختيارهم. بعد ذلك تقوم بالضغط على Next هنا أحبابي في الله بعد اختيار الأصدقاء، ثم تضغط على بلاي على أساس مباشرة إنشاء الفيلم ومشاهدته كما سوف تشاهدون أحبابي في الله. فلننتظر بضع ثواني، وهذا هو الفيلم يتم يعني الحين كما سوف تشاهدون. أتبير حنين بريزونت اسمك يعني يقدم لك أيضا يعني مجموعة من كما سوف تشاهدون أسماء أصدقائك يظهرون كأنهم يعني أبطال هذا الفيلم الذي قمت بإنشائه. فطوال هذه المدة سوف يظهر كما أشارت أسماء أصدقائك وأيضا صورهم يجسد يعني قصة معينة. عليك فقط بمشاهدة هذا الفيلم الذي هو مدته كما سوف تشاهدون 2 أو 3 دقائق تقريبا. طوال هذه المدة كما أشرت سوف كما سوف تشاهدون هناك أسماء أصدقائك يظهرون يعني كما سوف تشاهدون، سوف تظهر أيضا صورهم يعني يجسدون يعني قصة معينة داخل هذا الفيلم الذي سوف تشاهده أحبابي في الله. كما سوف تشاهدون هناك صور لأصدقائي يظهرون يعني في داخل بعض الهواتف الذكية، وسوف يظهرون أيضا في بعض يعني المجلات إلى غير ذلك داخل هذا الفيلم الذي هو مدته 3 دقائق. عليك فقط بالصبر لحين ما يتم كما سوف تشاهد لحين ما يتم تتم مشاهدة يعني الفيلم بشكل كامل. بعد ذلك لنعود أحباب في الله لطريقة يعني نشره مباشرة على الفيسبوك. فالطريقة بسيطة جدا كما سوف تشاهد. شاهد الفيلم ولنا يعني بعد إنشائه ولنا موعد أحباب في الله لنشرح طريقة نشره في يعني الفيسبوك. طيب بعد أن ينتهي الفيلم أحبابي في الله سوف تظهر لك نافذة بهذا الشكل. إذا كنت تريد يعني نشره مباشرة في البروفايل الخاص بهؤلاء الأصدقاء الخاصين بك الذين تم اختيارهم كأبطال لهذا الفيلم تضغط على بوست تو وال أو شيء من هذا القبيل، أو إذا كنت تريد يعني نشره على حسابك على الفيسبوك أنت شخصيا فتضغط على فيسبوك هنا ثم تضغط على نشر، ونفس الشيء بالنسبة لتويتر أو يعني إرساله إلى الإيميل أحبابي في الله. وعندما تريد إنشاء فيلم آخر تقوم بالضغط على Create New Movie هنا. أما إذا كنت تريد مشاهدة مرة أخرى الفيلم الذي قمت بإنشائه فتضغط على Watch Again هنا أحبابي في الله. طبعا الموقع جميل جدا، عندما سوف تشاهد هذا الفيلم الذي قمت بإنشائه بالصور وأسماء أصدقائك سوف يعجبك كثيرا، وبطبيعة الحال يمكنك مفاجأة أصدقائك به فقط انطلاقا من هذا الموقع الأكثر من رائع. في الأخير لا تنسى دائما زيارتنا على موقعنا دول فيديو لدول .5.com وإنما على صفحتنا على فيسبوك facebook.com/1984. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.